السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي لو احنا عايزين نرسم سلم، في طريقة سهلة ان نروح من الاركتكشر واقول له ارسم لي السلم. بس خلينا نحاول نخطط كده، نفكر في سلم ليه مواصفات معينة. اجي هنا من انوتيت، ابدأ احط الخطوط اللي انا مفكر بيها. وانا عايز ارسم مستطيل مثلا بالشكل دوت، مثلا خليه عرضه متر مثلا، تمام. وهرسم برضو واحد تاني، او اخد ده كده كوبي، تمام بالشكل دوت. وممكن اقول له ايه، اعمل ده روتيت بالشكل دوت باي زاوية، وبعد كده هقول له موف من هنا لهنا. ممكن اخده كده كوبي، تمام، من هنا لهنا. طيب عايز ابدأ اخلي فيه هنا زي انحناء كده، فهاجي هنا من ديتيل لاين، هقول له انا عايز اعمل بليت ارك كده، وهقول له احنا قلنا المسافة من هنا لهنا 900، فهقول له انا عايز اعمل اوفست لديت 900 من هنا لهنا، تمام. ونفس الكلام برضو هنا، اعمل فليت واقول له فليت من هنا لهنا، وبعد كده هقول له اوفست بالشكل دوت. طبعا الخطين دول ملهمش اي معنى خالص. هقول له بقى انا عايز ارسم اللاين وهنا برضو كذلك، وهنلغي طبعا الخطوط الإضافية ديت. هقول له أنا عايز أعمل تريم بين ده وده وده وده، وكذلك من هنا لهنا ومن هنا لهنا. وبعد كده بقى هعمل الدرجات بتاعة السلم، فهقول له أنا عايز أعمل أوفست بس بدل 900 ممكن أخليها مثلا 250 بالشكل دوت. طيب وعايز اعمل هنا مثلا درجة في النص، او ممكن تسيبها كده. طيب بفرض ان احنا عايزين نعمل درجة في النص، طيب هقول له انا عايز الاتنين دول يكملوا مع بعض، وبعد كده هرسم خط ما بينهم. اجي هنا من انوتيت واقول له ارسم لي الديتيل لاين من هنا لهنا ومن هنا لهنا، وبعد كده الغي بقى الحاجات الاضافية ديت. اقول له انا عايز اعمل تريم مثلا، او اقول له شيلهم دي. تمام، او ممكن اقول له تريم بين ده وده وده وده. طيب بعد كده بقى هروح للسلم وهقول له ستير باي كومبوننت، وابدا اختار امبليس ستير. الاثنين تانيين ينفعوا، بس قصد امبليس ستير اسهل. اقول له انا عايز اعمل الرن للخطوط الخارجيه ديت، فاقول له كرييت سكتش، واقول له انا عايز دول وما تقفلهمش، يعني بعمل بس ايه الحدود بتاعه السلم بالشكل دوت، تمام. وبعد كده عايز اعمل الرايزر، اقول له انا عايز ارسم الرايزر، اقول له ناخدهم واحده واحده. خلي بالك هنا هما 18، احنا عاملين اكتر من 18، تمام. لان
واقول له موافق، هيبدأ يعمل لي السلم بالشكل دوت، اقول له موافق، طيب تعال نشوف الـ 3D او اتعمل السلم بالشكل دوت زي ما احنا خططناه.